تمام ماشي بس هل اكتب ايه بقى دول ماشي مفروض هو بيلمس تقريبا خلاص رجع عندنا لا تمام كده طب بصوا يا شباب الموضوع ان شاء الله مش هنطول يعني فيه وهو انتوا عارفين معظمه يعني ما فيهوش كلام جديد او كارديو فاسكولار بريفنشن الموضوع مش صعب ان شاء الله هحاول زي ما قلت لكم برده يعني انا جايب الجايد لاينز بصراحه كلها بتاعه اليوروبيه بتاعه البريفنشن والديسليبيديميا هم نزلوا في 2016 بس مش هنقعد نقول كل الجايد لاينز برده دي مش محاضره نظري انا عايز برده ايه ناخد الحاجات المهمه اللي هنستخدمها في الاجابات الاسئله الاسئله وبرده اللي انا عايز اوصله لكم ان اجابه السؤال الاسي اهم حاجه قبل ما تجاوب السؤال ادي نفسك 5 دقايق تفكر هتكتب ايه يعني ما نعملش زي اسئله بتاع زمان جيفن اكاونت اون كذا لا الاسئله ما بقتش كده خلاص يعني مفيش سؤال بيقول لك اكتب ما تعرفه عن كذا فتروح انت ماسك الصفحه ورصصها من فوق لتحت لا هو بيجيب لك سؤال عايز يعرف انت هتعرف تتعامل مع العيان ده ولا لا بالبلدي كده يعني العيان جاي لك في الريل براكتس قصادك هتعمل معاه ايه مش مجرد ان انت حافظ معلومات معينه وخلي بالك ان هو برده بيسالك السؤال يعني مش بقول لكم ان انتوا دايما تفكروا بطريقه اكسنتريك بس دايما هيسالك سؤال فيه حاجه يعني لازم تركز فيها عشان تعرفها يعني مش هيجي لك سؤال يقول لك مانجمنت اوف هارت فيلير وخلاص اكيد لا اكيد عايز سؤال مانجمنت اوف هايبرتنشن برده لا هيسالك سؤال محتاج ديفرنشال دايجنوزز محتاج تفلتر الاسباب اللي ممكن تكتبها ان حاجه اكسكلود يعني لما يجي يقول لك سؤال هارت فيلير وبيقول لك كلينيكال بيكتشر معينه وبعد كده بيسالك عن مانجمنت هيبقى حاطط لك حاجات في السؤال مثلا بتاكسكلود بعض اسباب الهارت فيلير فما ينفعش انت تكتبها له في الديفرنشال دايجنوزز فاهمين ازاي او حاجه فيها كلو لسبب معين فانت تقول ان ده الموست بروبابل دايجنوزز حتى لو كتبت ديفرنشال دايجنوزز مش غلط واي سؤال تحترف الدايجنوزز اكتب ديفرنشال دايجنوزز مش هت يعني مش هيسقطك في السؤال انا عن نفسي وكل دفعتي واحنا بنمتحن في اسئله لحد ما طلعنا وسالنا حتى ناس من الاستاف كل واحد كان ليه راي في الدايجنوزز احنا مع بعض مختلف عن التاني بس كلنا في الاخر يعني النت ريزلت بتاعتنا ان احنا كتبنا نفس الديفرنشال دايجنوز واحد رتب واحده قبل الثانيه مش مشكله طالما مش حاجه اكسنتريك عن اللي في السؤال اه طبعا لو انت مفيش دايجنوزز واحد صريح وعايز في ثلاث حاجات مثلا انت محتار بينهم او ثلاث حاجات حلو قوي الهارت فيلير ده ليه اتيولوجي خلاص الاتيولوجي ده درس لوحده اللي هي اسباب المايوباثيز مثلا وفي جزء تاني اللي هو الهارت فيلير ككلينيكال بيكتشر المانجمنت بتاعك هينقسم للحاجتين دول في مانجمنت اوف هارت فيلير ده ثابت حسب العيان بقى عيان جايب ليفت سايدد غير رايت معاه اريثميا ما معهوش وهكذا فده علاج الهارت فيلير خلاص معروف والدايجنوزز طبعا برضو اللي هو الانفستيجيشنز معروف السبب ده ليه شق تاني بقى ان انا في تريتمنت اوف ذا كوز بقى حسب بقى الكوز ده اسكيميا ولا ايديوباثيك ولا حاجه بالظبط كده وبرضو عايزين رايي اكتب نعم ما هو لسه انا هقول لكم انا بتكلم لو هو بيسالني على التريتمنت بس لكن لو عايز مانجمنت يعني هتكتب كل حاجه هتبدا من الاول كده هتقول ان انا مثلا هاخد هيستوري من العيان في هيستوري يعرفني ايه الديجري اوف هارت فيلير اللي عنده في هيستوري يعرفني السبب فلازم في الاسئله بتاعتي اكتب ووضح له انت بتسال ده عشان كذا يعني فهمه ان انت فاهم هو ده يعني هو الاجابه او الدرجه بتاخدها على كده لو نسيت بقى حاجه في الهيستوري مش مشكله مش جريمه خلاص عادي لكن هو فهم ان انت فاهم ان في ايتيولوجي وفي هارت فيلير وبسال على الايتيولوجي وبسال على هارت فيلير فاهمين ازاي وتدي اكزامبلز مش لازم الايتيولوجي تقول 10 اسباب لو هو مش موضح لك سبب معين مش لازم تقول 10 حاجات لا ادي اكزامبل 2 او 3 لو السؤال كبير ان انا مثلا هسال على هيستوري اوف تشست بين عشان اشوف في اسكيميا ولا لا هسال على مثلا سيستميك ديزيز اشوف في حاجه انفلتريتيف ولا لا وهكذا طبعا مثاله برضو في الاكزامينيشن وفي الانفستيجيشنز والتريتمنت في كل خطوه هتعمل نفس الكلام واحنا ماشيين برضو لو في حاجه عايزين تسالوني قولوا لي مش محاضره وان واي يعني انا هندردش مع بعض شويه في الكلام انتوا عارفينه طبعا سلايدز الجايد لاينز الحاجات اللي مش هتفيدنا قوي هعديها لان احنا انتوا طبعا هتذاكروها كلها في النظري بس مش ده هدف محاضرتنا يعني بصوا اهم حاجه عندنا في اسئله البريفنشن
برضو يعني الاسئله اللي جت قبل كده هنقولها في الاخر، هي مش هتاخد 10 دقايق كل سؤال هنقول هنكتب فيه ازاي وايه يعني. بس فكره اسئله البريفنشن ان اي سؤال ليه علاقه بالكارديوفاسكولار ريسك فاكتورز، يعني ايه؟ يعني هايبرتنشن، دايابيتس، ديسليبيديميا، سموكينج وهكذا. لو سالك على النقطه دي يعني دي ممكن تبقى جزء من سؤال في حاجه تانية، يعني عين دايابيتك وهايبرتنسيف وسموكر بس جاي بيسالك ان هو جاله ستيمي وبيقول لك تعمل ايه في المانجمنت على الستيمي، دي قصه تانية. لكن لو هو بيسالك على الريسك فاكتورز دي في المانجمنت او في السؤال هتجاوب ازاي؟ اول حاجه قبل ما تجاوب او قبل ما تخش على الجايد لاينز حتى بتاعت علاج الريسك فاكتور اللي عنده ده، لازم تقول له ان في حاجه اسمها كارديوفاسكولار ريسك اسسمنت، دي اهم كلمه في البريفنشن كله. لو كتبت له الكلمه دي ده نص السؤال كده. وفي الشفوي على فكره يعني في دفعات تانية مش دفعتنا كانوا اتسالوا السؤال ده في الشفوي، كان ده نص درجه في الشفوي ان انت تقول له الاجابه دي. لو ما قلتلوش الريسك اسسمنت ده مهما كتبت له بعد كده كل الجايد لاينز الريسنت هينقصك درجه كبيره، لان هو عايز الابروتش للبيشنتس، مش بتعالج هايبرتنشن لوحده، مش بتعالج دايابيتس لوحده، مش بتعالج ديسليبيديميا لوحده. لانه برضو زي ما انتم عارفين وقارين في الجايد لاينز ان الريسك اسسمنت ده هو ده اللي هيحدد لك بعد كده انت ايه التارجت بتاعك في كل حاجه. يعني التارجت بتاع البلاد بريشر بتاعي هيفرق، التارجت بتاع ال دي ال في الديسليبيديميا هيفرق حسب الريسك بتاع العيان، مش كده؟ فاول حاجه نعرف التوتال كارديوفاسكولار ريسك اسسمنت ده. طبعا في يعني سيستمز كتير قوي اتعملت، اولها الفرامنجهام سيستم او سكورينج سيستم عشان نحدد الكارديوفاسكولار ريسك. اشهر حاجه موجوده بنستعملها في اليوروبيان جايد لاينز يعني حاجه اسمها سكور ريسك اسسمنت. الامريكان بيستخدموا حاجه تانية ليها ايكويشن تانية برضو خلاص، اللي هي ال 10 years برضو ريسك للكارديوفاسكولار ديزيز. بس انت لو كتبت بتاعت اليوروبيان اللي هي السكور دي كافيه جدا، لان هما الجايد لاينز بتاعتهم برضو مختلفه في حته ديسليبيديميا. انتوا عارفين طبعا الحته دي ان هما مش بيحطوا تارجتس للبلاد ليبيدز او ليبيد بروفايل، هو بيدي تريتمنت اكوردنج للريسك بس، يعني هو بيحدد الريسك ده كام بيرسنت ويدي تريتمنت اكوردنج ليه وخلاص. وحتى الجايد لاينز الجديده اليوروبيان يعني كان متوقع ان هما يبقوا يعملوا ميرج شويه او يتشابهوا معاهم، بس برضو هما ستيل بنفس الطريقه اليوروبيان ان هما مقتنعين ان لازم نحدد الريسك ونحدد على اساسه التارجت بتاعنا. طيب السكور ريسك اسسمنت طبعا الفاريبلز بتاعته انتوا عارفينها، السكس والايج والتوتال كوليسترول والسيستوليك بلاد بريشر والسموكينج. وطبعا هما برضو مقسمينها في جداول مقسمينها بعد كده، ان هما مقسمين جداول يعني بيسموها الكونتريز اوف هاي كارديوفاسكولار ريسك والكونتريز اوف لو كارديوفاسكولار ريسك. ايجيبت في الحاجات العاليه، يعني ممكن لو انت سالت السؤال ده شفوي يعني هيقول لك احنا من ضمن انهي كونتريز، احنا من الكونتريز اللي هي في الهاي كارديوفاسكولار ريسك. طيب طبعا هي ليها تشارت، يعني انت لو عايز تعرف بالظبط الريسك بتاع كل واحد انت لازم يبقى معاك التشارت دي. خلاص هتشوف السيستوليك بلاد بريشر بتاعه والكوليسترول التوتال وهو راجل ولا ست، سموكر نون سموكر، وتعرف البرسنتج بتاعت الكارديوفاسكولار ريسك بتاعه قد ايه مع الايدج طبعا. طيب بعد ما عرفنا الكارديوفاسكولار ريسك يعني احنا استفدنا ايه؟ برضو السلايد دي اهم سلايد في كل البريفنشن، يعني انت لو عارف دي انت تقدر يعني بالبلدي كده ايه تالف اي سؤال لو عرفت شويه معلومات او ارقام بسيطه بعد كده في كل بقى ريسك فاكتور لوحده، اللي هي ايه الريسك كاتيجوريز. انا عملت الريسك اسسمنت ده، طب ايه النتيجه اللي هتطلع لي او الاوتكم اللي معايا ايه؟ ان العيان بتاعي هيبقى يا اما فيري هاي ريسك يا اما هاي، يا اما انترميديت او مودريت يا اما لو ريسك. برده مش عايز اضيع وقتكم ان احنا نقعد نقولهم كلهم، بس اختصارا كده الفيري هاي ريسك اللي هو ايه؟ اللي هو عنده اهم حاجه استابليشد كارديوفاسكولار ديزيز، يعني دوكيومنتد، يعني واحد عمل قسطره ودعامه، واحد جاله ستروك قبل كده، واحد عنده بريفر ارتيريال ديزيز وهكذا، اي حاجه تبقى بروفن ان جاله كارديوفاسكولار ديزيز قبل كده، او عنده دايابيتس وذ تارجت اورجان دامج. مش اي دايابيتس، الدايابيتس بس بيحطه هاي ريسك، يعني لو عيان دايابيتك فقط ما عندوش اي حاجه تاني ده كده على طول هاي ريسك بيشنت، لكن لو معاه تارجت اورجان دامج يبقى ده كده فيري هاي ريسك. السيفير سي كي دي، طبعا السي كي دي برضو مش موضوعنا، بس انا في النص هقول لكم الهنتس اللي هي هتلاقوها متنطوره في المذاكره، بس هي دي هتستعملها في سؤال البريفنشن. في جريدز للكرونيك كيدني ديزيز هتلاقوها مكتوبه في حته برضو في الورق او السورس اللي هتذاكروا منه. السيفير سي كي دي اللي هو الجي اف ار اقل من 30، ده بيحط البيشنت برضو ان هو يبقى ايه فيري هاي ريسك. طبعا هقول لكم معلومه انا عارف ان كلكم عارفينها، هو ليه السي كي دي اصلا بيتحط في الاسسمنت بتاع الريسك ايفالويشن بتاع الكارديوفاسكولار ديزيز، يعني عشان السي كي دي او الكيدني ديزيز عامه بيعتبر
بالظبط كده. مينلي بيبقى due to atherosclerotic changes، يعني بيتقال ان هو ده حاجة من ضمن atherosclerotic changes او pathology اللي بتحصل في الجسم، يعني بنسميه كده ischemia equivalent او ischemic heart disease equivalent. يعني العيان اللي عنده CKD كده by virtue بعتبر ان هو كده عنده some sort of atherosclerosis على طول. تمام. الحاجة التانية اللي تخليني اقول ان هو very high risk ان السكور بتاعه يبقى equal or more than 10% بالشارتس ايه اللي احنا قلناها. بقيت الحاجات بقى اسهل خلاص، دول اهم حاجه الفيري هاي ريسك. الهاي ريسك بقى اللي هو لو عيان عنده دايبيتس، دايبيتس فقط يعني مينلي موست البيشنتس اوف دايبيتس. بيقول لك بس في اكسبشن الناس اللي عندهم ايه اللي هم اليانج بيبل عندهم تايب 1، لكن مينلي اي واحد عنده تايب 2 خلاص ده كده هاي ريسك بيشنت، او عنده سنجل ريسك فاكتور ماركت اليفيتد سواء بقى بلاد ليبيدز او هايبرتنشن والمودريت سي كي دي. هو الدايبيت انا عشان مش فاهمه بقى الحته دي، الدايبيتك اليانج التايب 1 خلاص مش هيبقى هاي ريسك، هو مش حاطه ان ده لوحده يبقى فاكتور، هعمل له اسسمنت بقى بقيه الحاجات، هو مش حاطه فاكتور لوحده. دي اساسا معموله في سن 40 سنه فوق بالظبط كده، تحت 40 سنه بيعملوا ريليتيف ريسك ايج. بص يا دكتور، هو كاتب لك هنا هو ان البيشنت ده ممكن يبقى لو او مودريت ريسك حسب ايه الاذر ريسك فاكتورز اللي عنده. تمام كده. وطبعا الريسك سكور بتاعنا اللي هو بين الخمسه وبين العشره. المودريت واللو ريسك بقى بيعتمد على ريسك سكور فقط، بين الواحد والخمسه مودريت، واللو ريسك اللي هو ايه اقل من واحد. دي مهمه جدا ليه؟ عشان هو ده مدخل السؤال. زي ما بقول لكم انت جالك عيان بيحكي لك قصه، انت لازم كانها بروبلم او مساله انت تاخد من القصه دي الداتا بتاعته وفي دماغك تصنفه هو ده الريسك بتاعه ايه، فيري هاي ولا هاي ولا مودريت ولا لو. دي اول حاجه في السؤال، فانت على طول كده اول اجابه في السؤال هتقول له ان بيفور مانجمنت اوف ريسك فاكتورز او بيفور مانجمنت اوف ذيس بيشنت we should classify him او we should stratify him according للسكور ريسك ستراتيفيكيشن ده، والبيشنت ده عشان عنده كذا وكذا وكذا whatever هو ايه. يا العيان اللي احنا قلنا عليه اللي هو مثلا دايبيتك وعنده كارديوفاسكولار ديزيز، ده خلاص على طول فيري هاي ريسك، هنقول له ان العيان ده فيري هاي ريسك. سو الحاجات بقى اللي هو بعد كده دي تنطبق على الفيري هاي ريسك. خلاص بعد كده اللي هتكتبه بقى لو نسيت حاجات صغيره مش مشكله، لكن انت الدخله بتاعتك في السؤال صح. الحته دي مش هنتكلم فيها قوي، اللي هي بتاعه اللايف ستايل موديفيكيشن بنعمل فيها ايه، او اللايف ستايل مانجمنت يعني بتاعنا، مش يعني مش موضوعنا قوي. بس هنا في حته مهمه اللي هي التارجتس بتاعتنا. التارجتس دي مهمه لان هو في الامتحان برضو هيسالك، زي ما سالك على الهيموجلوبين اي 1 سي، هو العين ده المفروض البي ام اي بتاعه يبقى كام، المفروض الهيموجلوبين اي 1 سي يبقى كام، وهكذا. في حاجات تانية اكتر في الشفوي اللي هي الفيزيكال اكتيفيتي، يعني بيقول لك من ضمن اللايف ستايل موديفيكيشن فيزيكال اكتيفيتي. طب يعني يقول لك قد ايه الفيزيكال اكتيفيتي ده، يعني يمشي كل يوم 5 ساعات مثلا ولا يمشي ربع ساعه ولا قد ايه، لازم تبقى عارف بالارقام. خلاص يعني مش عايز اضيع الوقت فيها قوي دي، بس هي هقول لكم السمري بتاع الحته دي بسرعه. السمري بتاع الفيزيكال اكتيفيتي ان هم يبقى 30 دقيقه فور 5 دايز بير ويك، خلاص ده اللي هو المودريت ايروبيك اكتيفيتي. البي ام اي بتاعنا طبعا التارجت من 20 ل 25 والسيركمفرنس طبعا مهم 94 و80. في ارقام تانية لليوروبيان للامريكان برضو، بس انت مش لازم تحفظ ده وده على فكره، يعني انت ثبت له كذا وقول له اكوردنج لليوروبيان جايد لاينز مفيش مشكله. بلاد بريشر بقى 140 90 طبعا ليها ايه شويه تفاصيل تانية حسب دايابيتس ولا لا، والكلام في ترايلز الجديده اللي قال لك برضو ايه المفروض التارجت يبقى اقل وهكذا. غالبا هم الجايد لاينز الجديده هينزلوها السنه دي عشان الحته دي، بس هي ملهاش علاقه بالريسك نفسه، يعني اقصد الريسك سيرتيفيكيشن لا بتختلف حسب الاذر ريسك فاكتورز اللي هو الدايبيتس والسي كي دي. ساعات برضو بيقال ان انت لازم تقلل شويه التارجت بتاعك، لكن مش حسب المودريت والهاي والانترميديت. لا اللي بيتحكم في دي اكتر الليبيدز، ليبيد بروفايل طبعا هو ده اللي بيتحكم في الجدول اللي فات. والمعلش حكايه الانتي بليتلتس في حسب الريسك دي في حاجه بص، انتي بليتلتس في اليوروبيان كلها مكتوب ان هي كلاس 3 لو مفيش دوكيومنتد كارديوفاسكولار ديزيز. يعني طبعا الفيري هاي ريسك ده دوكيومنت كارديوفاسكولار ديزيز لازم يمشي على انتي بليتلتس، دي خلاص معروفه تمام، دي كلاس 1. بقيه الريسك فاكتورز يعني عيان ديسليبيديميك دايابيتيك هايبرتنسيف مش في حاجه كتب دايابيتس اكتر 40 سنه ده لازم ياخد دي، لا دي كانت مكتوبه في الجايد لاينز القديمه كده كلاس 2 بي او 2 اي، الاخيره اللي هي 2016 مكتوب ان هي كلاس 3. بس برضه هقول لكم بصراحه يعني، بس دي حاجه يمكن ممكن ما يعني ما تذكروهاش قوي، الامريكان دايابيتس اسوشيشن قايله ان الدايبيتس بالظبط المفروض تديله انتي بليتلتس، او على الاقل ان هي مي بي جيفن انتي بليتلتس لعين الدايبيتك فقط.
بس في اليوروبيان جايد لاينز دي بتاعت البريفنشن مش موجوده. هجيبها لكم دلوقتي مكتوب ان هي كلاس 3. طبعا التارجتس بتاعتنا في ال LDL هو ده اللي ليه تارجتس في الليبي بروفايل بتاعنا لحد اللحظه دي يعني في الجايد لاينز. اقل من 70 لو هو فيري هاي ريسك او هو دوكيومنتد كارديوفاسكولار ديزيز، لو هاي ريسك 100، لو اقل من هاي ريسك اللي هو لو او انترميديت يبقى من يعني من 100 ل 115. يعني اللي هي ايه تصنيفه تانية؟ هو قال لو هو فيري هاي ريسك اوكي وهو على ستاتين، فانا عندي هو كان البيز. ايوه ممكن اقلله 50% او التارجت ده، ما هو مكتوب كده. لو مش على ستاتين يبقى اقلله 50% اوكي، وكان البيز لاين بتاعك ال دي ال من 100 ل 135. لا هو لا بس التارجت بتاعي 70. انا بتكلم عن الهاي ده الهاي، لو هو فيري هاي انا بتكلم عن الفيري هاي ريسك دلوقتي اللي هو التارجت بتاعي 70 عيان اسكيميك كويس. تمام. لو هو مش على ستاتين والبيز بتاعه 100 135 كان المفروض ان انا اقلله 50% ريدكشن. هو هنا مش مفرق ان هو على ستاتين ولا لا؟ في دكتور تاني. ما انا عارف بس التارجت بتاعي لو اتسالتي التارجت ايه او انت بتكتبي التارجت ما تقوليش كلمه على ستاتين ولا لا، لان هو لازم يبقى ماشي على ستاتين. لو مش ماشي على ستاتين هو عنده انتولرنس يبقى لازم اديله بديل. يعني انا العيان اللي هو الفيري هاي ريسك ده لازم ياخد ستاتين اصلا بغض النظر الليبيد بروفايل بتاعه كام. حتى لو قال من 70 المفروض انت بتديه على الاقل في الاسكيميك هارد ديزيز ده عشان بليوتروبيك افكت كده كده لازم ياخد. مثلا هاي ريسك بس يعني مش لازم. لا انا بتكلم على الفيري هاي ريسك. فيري هاي ريسك لازم هياخده دايبيتك معايا اندورجن دامج. لا لو هو ما عندوش كارديوفاسكولار ديزيز المفروض برده الدايبيتك اندورجن دامج بياخد ستاتين. جايه في الجايد لاينز برده دلوقتي بس يبقى فوق 40 سنه وتايب 2 بياخد ستاتينز برده، والسي كي دي بياخد ستاتنز بس اقل من 60 اعتقد من 30 ل 60. هتيجي دلوقتي في جدول الدايبيتس. طبعا التارجت بتاعنا في الدايبيتس اللي هو الهيموجلوبين اي 1 سي 7 كان بيقال برضو ان هو 6.5 بس هو اخر حاجه هنا 7. ما اعرفش الدايبيتس اسوشيشن قايل لنا ايه مش عارف بس احنا خلينا ماشيين على دي يعني. طيب الحته دي مش هنقف عندها قوي اللي هي الادر ريسك فاكتورز يعني. دي برضو الاستراتيجيز لللايف ستايل موديفيكيشن فيزيكال اكتيفيتي التفاصيل بتاعتها يعني. تاني دي ليبيد كنترول برضو الدكتوره اللي احنا بنقول عليها بس هو مش كاتب هو بياخد ستاتين ولا لا. هو كاتب هو كان في جدول مكتوب فيه البيشنت اي بي سي دي اي اف مقسم 3 للفيري هاي. دي الامريكان غالبا اللي انت بتقوليه ده هي اخر حاجه نزلت اصلا. مشكلتي ان انا ما باخدش بالي امريكان ولا لا. غالبا دي امريكان اللي انت بتقوليه لان هو الامريكان هم محددين كده. يعني ايه محددين؟ يعني بيقول لك ان العيان اللي مثلا الهاي ريسك اللي عنده ريسك عالي للكارديوفاسكولار ديزيز بياخد هاي انتنسي ستاتين بس مش مهم كام ال LDL بتاعه. لا هو كذا اللي حضرتك عليه كان معتمد على ان لو هو على ستاتين كان محدد التارجت اوكي. ولو هو مش لو مش على ستاتين ليه مش على ستاتين؟ اكيد عنده انتولرنس يعني هو لازم ياخد. هو كاتب كده مش بس ستاتين يعني في الفيري هاي ريسك يعني. طب شوفيه وهاتيه لنا انا عايز يعني اعرفه او اشوف مقصود بيه. هو كده طيب بصوا يا شباب هنا التارجت بتاع الهيموجلوبين A1C بيقول لك ان هو كلاس 1 يعني يبقى اقل من 7 خلاص زي ما قلنا. كلاس 2 ايه ان هو يقل عن 6.5. يعني انت لو قلت 7 او 6.5 لازم تفرق ده كلاس 1 ولا كلاس 2 ايه. اقل من 6.5 ده شروط معينه. بص بيقول لك ان هي في الدايجنوز او ايرلي ان ذا كورس اوف تايب 2 دايابيتس هو ار نوت فريل اند دو نوت هاف كارديوفاسكولار ديزيز. الثاني اللي هو السبعه ماجوريتي اوف نون بريجننت ادلتس ويز ايذر تايب 1 اور تايب 2. الدكتوره بتقول عليها ان هي حته اسمها اللي هي ريسك بيست انترفنشن استراتيجي يوزنج ماشي دي قصه تانية. ايوه ما انا ماشي انت
امتى انشيت الدراج حسب الليبيد بروفايل. ما دي السلايد اللي فات بس احنا ما قلناهاش، بس دي انا مش بتكلم فيها على التارجت. هو كاتب تارجتس هنا، هو دي مش بتكلم على التارجتس فيها. ما هي السلايد دي اللي انت تقصدها يا اسامه؟ ايوه ماشي، دي ما فيهاش تارجتس. لا مش هي دي اللي تقصدها. لا لا دي ما فيهاش تارجتس. لا خلاص يا دكاتره، عرفنا بس موضوع 7 و 6 ونص دي. بص يا خالد، الحته بتاعت الستاتينز اهي اللي قبل الاخيره دي، ليبيد لورينج ايجنتس اللي هي الستاتينز ار ريكومندد تو ريدوس كارديوفاسكولار ريسك ان اول بيشنتس وذ تايب 2 او تايب 1 اكتر من 40 سنه. خلاص بالظبط كده. ما قالكش بقى ان هو فيري هاي ريسك ولا لا، ما ذكرش ان لازم يبقى عنده كارديوفاسكولار ديزيز. لا هو هنا انت بتديه عشان الدايبيتس دي. القبل الاخيره، القبل الاخيره يعني العيان الدايابيتك اللي فوق 40 سنه سواء تايب 1 او تايب 2 لازم ياخد ستاتينز. خلاص التارجت بتاعنا ايه بقى في الستاتينز حسب هو هاي ريسك ولا فيري هاي ريسك. دي نقطه ثانيه. اه دايابيتك بس لا مش كارديو فاسكولار ديزيز. ما قالكش كارديو فاسكولار ديزيز من غير كارديو فاسكولار. ما كارديو فاسكولار ديزيز ده هياخد ستاتينز طبعا برضو. هو هنا ما قالكش برضو ال دي ال، انت بيقول لك بتديه عشان يقلل الكارديو فاسكولار ريسك بس. ده انا كنت بقوله لخالد. هو ماسكر الكلام ده كانت لوور بيتر لما قال له يعني ساعات في ايه، في البلود بريشر ولا الهيموجلوبين سي؟ 3 في الستين في البلود بريشر. قال له ان ال دي ال كل ما تنزل كل ما تبقى احسن، بس ده بيزود ريسك اوف دايابيتس. الستاتنز هي اللي بتزود ريسك اوف دايابيتس مش ال دي ال نزوله. اه طبعا الستاتنز دي على فكره دي برضو زي هتسيبوا فيها في الشفوي يعني. دي في ترايلز كتير قالت ان الستاتنز بتزود ريسك اوف تايب 2 دايابيتس. طبعا كده كده هتدي في حاجه الانديكيتد كده يعني. بس متكرر يعني. يعني اتقالت في كذا ترايل او في كذا ستادي. الحته الثانيه المهمه بس اللي احنا بنقولها، بصوا بقى لو هو اقل من 40 سنه هتبقى كلاس 2 بي الستاتنز. انا مش عايز بس اعطلكم يعني في حاجات نظري كتير، بس عشان الحته دي سالتوني عليها. لو هو اقل من 40 سنه وعنده elevated risk يعني عنده مثلا microvascular complications او target organ damage او حاجه من الدايابيتس حتى لو مش cardiovascular disease يعني، ممكن اديله statins بس هيبقى class 2B تمام مش class 1. طبعا اهم حته عندنا اللي هي بيركزوا عليها في الاسئله دلوقتي، وانا يعني متوقع لو جه سؤال في prevention او في الدايابيتس لازم هيبقى عايز الحته دي اللي هي بتاعت sodium glucose co-transporter inhibitors دي. خلاص بقت كلاس 2 ايه ان احنا نديه في العيان اللي عنده تايب 2 دايابيتس مع كارديوفاسكولار ديزيز. بيقول لك تديه ايرلي في الكورس اوف ذا ديزيز عشان يقلل المورتاليتي، لان الادويه الانتي دايابيتكس اللي بتقلل المورتاليتي دي حاجات قليله جدا اللي اثبتت فعلا. هو ده الاس جي ال تي 2 انهبيتور والجي ال بي اجونست او انالوجز، بس هما دول اللي فعلا بيقللوا المورتاليتي بروفن يعني. هو الكارديوفاسكولار ديزيز مقصود بيها اسكيميا هارت فيلير اي حاجه؟ ما حددتش اي حاجه. هو فعلا يعني انا حاولت اعرف هو دي مقصود بيها ايه فيهم، بس هو ما حددش سواء هارت فيلير او سكيميك او اي حاجه. تمام. طبعا الميتفورمين ده الفيرست لاين، دي معلومه معروفه من قبل كده يعني ان احنا بنديه فيرست لاين. برضو معلش حته الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتز ليها تفاصيل تانية مش في الجايد لاينز، برضو دي يا ريت تقروها. الترايلز بتاعتها اللي هي بتاعت السنه دي، في ترايلز السنه دي وفي ترايلز اللي هي بقى لها سنتين. امباجلي فلوزين لا محاضرتي ما كانتش عن الادويه، محاضرتي كانت عن الباثوفيسيولوجي اللي فيها دي بتاعت مش عارف دكتور عادل شبانه ولا دكتور عادل اتربي. دكتور عادل شرح الجي ال بي 1. الجلفلوزنز كانت دكتور عادل شبانه، هتلاقيها مع دكتور عادل شبانه المحاضره دي، فيها الترايلز بتاعتها والاسامي بتاعتها. الجي ال بي اجنست دي مع اللي ده دكتور عادل اتربي، بس دول مهمين صراحه يعني. انا متوقع ممكن يجي منهم حاجه. نعم ما اعتقدش. لا مش عارف. طيب حته بقى التارجتس هنا زي ما قلنا، خلاص التارجتس بتاعت ال LDL هتعتمد على ايه؟ هتعتمد على الكارديوفاسكولار ريسك بتاعنا اللي قلناه في الاول، هو فيري هاي ولا هاي ولا انترميديت ولا الكلام ده. بص بقى خلود، الحته بتاعت انتي بليتلتس هي اخر واحده تحت. انتي بليتلت ثيرابي از نوت ريكومندد فور بيبل وذ دايابيتس هو دو نوت هاف كارديوفاسكولار ديزيز. دي كلاس 3. خلاص
وانا اعتقد يعني عندنا في الاسم الصف بتاعنا كله ماشي مع الجايد لاينز دي. لو اتسالت فيها في الشفوي ما تقولها يعني اقول له هي كلاس 3 في اليوروبيان جايد لاينز بالظبط كده، ما تديهوش مجرد دايبيتك لانه زمان كانوا بيدوه، وفي الامريكان دايبيتس اسوسيشن زي ما خالد قال فعلا مكتوب ان انت ممكن تديه، بس احنا المفروض احنا ماشيين على الكارديولوجي جايد لاينز يعني بتاعتنا، ما نخش قوي في الثانيه يعني. خلاص بصوا يا جماعه، الحاجات دايما اللي فيها ديبيتس، الحاجات اللي فيها ديبيتس لو تقدر في النظري ما يعني ما تذكرهاش افضل، لو ذكرتها حدد ان دي اكوردنج لكذا، ما حدش يقدر يغلطك يعني. انت ما تقول ان هو كلاس 3 وانت بتكتب في النظري اكوردنج للموست ريسنت جايد لاينز اوف بريفنشن اوف يوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي، فاصل انت مش قايل حاجه غلط، هو فعلا الكلام ده مظبوط فاهمني، انت مش بتقول معلومه ابسولوت، انت بتقولها بالريفرنس بتاعها خلاص، ما يعني تقلقوش من دي يعني دي. طيب نيجي للهايبرتنشن، برضو في كلام كتير احنا مش هنقعد نقوله كله، اهم حاجه عندنا حته التارجتس، والتارجتس برضو هتتسال في الترايلز يعني، انت هتعرف التارجتس في الجايد لاينز وهيقول لك الترايلز الجديده قالت ايه، هل التارجتس قلت ولا ما قلتش، والسبرنت ترايل والكلام ده كله، مش لازم تكونوا وصلوا لنتيجه يعني دوكيومنتد نزلت في الجايد لاينز، بس ده هيبقى اسئله في الشفوي يعني. طيب التارجت العام بتاعنا اللي هو ايه، اللي هو اقل من 140 على 90 خلاص، بس يكونوا اقل من 60 سنه، فوق 60 سنه بيقول لك ممكن السيستوليك نرفعه شويه لايه، ل 160. الريكومنديشن ان هو من 140 ل 150 ده الريكومندد لو فوق 60 سنه. في حته تاني برضو على الالدرلي، حته الالدرلي هنا برضو بيقول لك ان انت التارجت بتاعك زي ما قلنا ان هو ممكن يبقى فوق يعني مش ما يعديش ال 160، وبيقول لك ان انت ممكن التارجت يقل لو هو عنده مالتيبل ريسك فاكتورز، يعني ممكن تخلي التارجت 120 لو عنده ريسك فاكتورز ثانيه. الحته المهمه في الالدرلي عشان دي يجي فيها سؤال برضو هنشوف في الاخر، حته مش موجوده في الجايد لاينز بالتفصيل يعني، حتى في الفول تكست انا قريت في الفول تكست اشوف هي مذكوره بالتفصيل ولا لا، مش مذكوره. بيتكلم على حته الدايستوليك بلاد بريشر او البالس بريشر وعلاقته بالكارديوفاسكولار مورتاليتي، في سؤال بس عن الحته دي. نعم مش موجوده في الجايد لاينز في الفول تكست، هتلاقي موجوده في التكست في الريفرنسز يعني في برونولد او ديفيدسون او كده، بس مش موجوده في الجايد لاينز الاوروبيه. الفكره بتاعتها ايه برضو باختصار، الفكره بتاعتها ان هما في ترايلز اتعملت او ستاديز وفي بيبرز على الموضوع ده، لو عايزين ابعت لكم البيبرز دي قولوا لي ممكن ابعتها لكم، اتعملت على الناس الالدرلي مينلي اللي هما الاوكتوجينيريانز يعني فوق 75 او 80 سنه، وقارنوا علاقه السيستوليك بلاد بريشر والدايستوليك والبلس بريشر بالكارديوفاسكولار مورتاليتي، لقوا ان اهم واحد فيهم بيأثر في الكارديوفاسكولار مورتاليتي هو الدايستوليك بلاد بريشر. الدايستوليك ليه حته الدايستوليك دي كانت مهمه، لان معظم الناس الالدرلي عندهم ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن خلاص، ليه برضو عشان حاجه اسمها ارتيريال ستيفنس، انتوا عارفين طبعا دي ارتيريال ستيفنس بيزود البلس بريشر يعني بيخلي عين ضغطه مثلا 160 على 60، الدايستوليك نورمال والسيستوليك عالي، فانت هتدي له تريتمنت، التريتمنت هينزل الاثنين بس هينزل الدايستوليك اكتر، لان هو عنده الفاكتور اللي عنده هو بيعلي السيستوليك وبيقلل الدايستوليك، فانت كده هتزود الجاب اكتر، ضغطه هينزل 150 على 40 مثلا، فانت كده زودت الجاب وقللت الدايستوليك، فكده زودت انت كارديوفاسكولار مورتاليتي. الفكره دي ليه او الهدف منها ايه، السؤال اللي جه بيقول لك ان واحد جالك العياده عنده 70 something يعني تقريبا، نعم سواء تاكسي مش فاكر خلاص، بيقول لك ان هو جاي قلقان قوي ان الدايستوليك بلاد بريشر بتاعه واطي، هو ضغطه 160 على 50 تقريبا، فبيقول لك ايه التارجت بتاعك في الدايستوليك بلاد بريشر، وهل فعلا الدايستوليك بلاد بريشر الواطي ده خطر ولا مش خطر. التارجت بتاعك برضو ده من البيبرز دي مش في الجايد لاينز بس من البيبرز او من التكست يعني، بيقول لك المفروض ما يقلش عن 70، لقوا انه لو قل عن 60 ده بيزود سيجنيفيكنتلي المورتاليتي، فانت في السيف سايد خليه فوق ال 70. ليه احنا مثلا الدايستوليك بريشر هو 90 بتاعه ولا ايه؟ لا هو بيقول لك ايه الكات اوف فاليو اللي يزود المورتاليتي. ما هو انت احنا متفقين انه اقل من 90 بس احنا مش عايزينه يقل اكتر، احنا هنا عكس الجايد لاينز دي، انت التارجت ده بتقول ايه ما يعلاش عن كذا، لا احنا بنقول ما يقلش عن كام؟ ما يقلش عن كام؟ 70 المفروض ما يقلش عن 70، من 60 ل 70 دي بوردر لاين او جراي زون يعني. انا بصراحه الداتا دي انا مطلعها من بيبر، مش هي مش موجوده في الجايد لاينز، ممكن برضو نشوفها في برونولد لو كاتب حاجه تانية، بس ما اعتقدش ان هو كاتبها بارقام مختلفه يعني، لان برونولد هتلاقيه غالبا واخدها من البيبر دي يعني. فالتارجت بتاعك كام يبقى ما يقلش عن 70. طب فعلا هو خطر؟ هتقول له فعلا هو خطر، بقى السؤال ده مثلا اجابته مش طويله،
بس هو عايز يعرف ان انت فاهم ان في علاقه بين الدستول بلاد بريشر والمورتاليتي. هو عيان زي ده ضغطه بس كان الدستوليك 60 عامل ايه؟ بص برضه هو السؤال بتاعي ما كانش فيه قوي الحته دي، بس ممكن يقول لك تعمل له ايه. تحاول تديله حاجات تقلل له سيستوليك شويه وما تقللش الدستوليك قوي. الحاجات بتاعه الاونت ايج هم الكاسم شامبيب او الدوكرز والدايريتكس يعني ولا الدايريتكس يمكن اكتر، لان اي حاجه فازو دايليتور هتقلل الدايستوليك غالبا. الفازو دايليتورز هتقلل الدايستوليك. ممكن البيتا بلوكرز مش مستحب قوي في الاولد ايج، ممكن دايريتكس ولايف ستايل طبعا. وخلي بالك من حاجه، بس خلي بالك من حاجه خالد برضو، هنا هنرجع برضو للحته بتاعه الجايد لاينز دي، ان انت في الاولد ايج مسموح لحد 160، فانت لو لقيت ضغطه 150 160 على 60 سيبه لو ما عندوش ريسك فاكتورز اخرى. لو عنده ريسك فاكتورز اخرى لازم تقلله شويه السيستوليك. لو ما عندوش خلاص سيبه، لان الدايستوليك لو قل انت هتضره اكتر من انه يستفيد من السيستوليك قل. فاهمين الحته دي؟ هو السؤال بتاعي ما كانش فيه حته هاو تو مانج، كان سؤال بس بيقول لك يعني هو ده ايه الخطر اللي فيه. كان صريحه كده على البلس كده وايت بلس بريشر يعني خطوره. برضو هقول لكم الهدف اكتر من السؤال لو جه، ان انت اصل دي شبه شويه الكومنتري اللي جات لنا احنا، الكومنتري اللي جات لنا اللي هي بتاعت سولو هايبرتنشن اكيد سمعتوا عنها، كانت نفس الفكره دي اللي هو الارتيريال ستيفنس. الكومنتري دي كانت بتقول ايه؟ معلش انا طولت في الحته دي، بس هي دي الاسئله اللي جت يعني بقيه الجايد لاينز مش مهم، الحاجات اللي ما فيهاش اسئله ده سؤال جه. الكومنتري كانت بتقول لنا ايه؟ واحد برده كان اولد ايج عنده 70 سنه وعمال يديك هنتس ان هو عنده كالسيفيكيشن في الفيسلز عامه، بيقول لك عمل تشيست اكس راي فيه كالسيفايد اورتيك ناكل، الكرياتين بتاعه نورمال، عمل ايكو نورمال ما فيهوش حاجه، اي سي جي نورمال تمام كده، وجالك البرزنتيشن بتاعه ان ضغطه كان عالي 160 100 او 160 على 90 خلاص كده. فانت رحت ايه؟ رحت مديله علاج ضغط مش فاكر كان ايه بقى، اديته ايس او كالسيوم شانل وات ايفر يعني. حلو كده، جالك الاسبوع اللي بعدها بسينكوب، فانت قلت يبقى اكيد ضغطه وطي، استيله ضغطه لقيته زي ما هو 160 على 90 برضو، رحت مزود مع الايس حاجه تانية يعني، زودت الدوز او كومبايند حاجه تانية وات ايفر يعني، جالك بسينكوب اكتر المره اللي بعدها لقيت ضغطه لسه زي ما هو 160 على 90 خلاص. فبيقول لك ايه الدايجنوز بتاعك. الفكره في ايه؟ الفكره ان انت المتوقع ان انت ضغطه وطي فجاله سينكوب فجالك تقلله العلاج، لا جالك لقيت نفس الضغط هو. الفكره في ايه؟ في الارتيريال ستيفنس، ان انت بتقيس له البريفرال بلاد بريشر ده هيطلع على طول 160 90. السنترال بريشر، السنترال اورتيك بريشر هو ده اللي بيقل، هو بريفرلي الفيسلز عنده كالسيفايد، فالكالسيفايد بريكال فيسلز يعني دي لما تقيس له الضغط كل مره هي زي الماسوره الحديد هيطلع الضغط عالي كل مره. فكان هو ده التريك اللي في الكومنتري كلها. طبعا ديفرنشال دايجنوسيس كل الكارديولوجي بقى يعني السينكوب اي حاجه. الناس قالوا طب يا جماعه ممكن يبقى عنده اورتيك سينوزز والايكو ده غلط، عيد الايكو تاني، حاجات كده بقى كله. هو كل حاجه محتمله يعني، كل حاجه بوسيبل، بس لازم تقول له ان انت السودو هايبرتنشن ده او الفولسلي ميجرد بلاد بريشر ده هو ده السبب الرئيسي. الفكره دي هي نفس فكره الوايت بالس بريشر، لانه قال لك هاو تو مانج برده. طب انا اعمل ايه؟ هاو تو مانج دي المفروض ان انت تقيس له السنترال اورتيك بريشر. في طرق لقياس السنترال بريشر دي هتلاقوها في الورق برده معاكم خلاص، في صفحه كده اللي هو هاو تو ميجر السنترال اورتيك بريشر، حاجه اسمها البالس ويف فيلوسيتي والراديال بالس بريشر، في طرق بتقيس السنترال بريشر. هو ده البديل بتاع ايه؟ بتاع ان انت تقيسه من البريكال ارتري خلاص. نفس فكره السؤال ده، السؤال ده ممكن يساله لك بالطريقه دي اللي هو بتاع الدايستوليك اللي جه ده، ممكن يقول لك طب تعمل له ايه او ازاي تعرف ضغطه ده مظبوط ولا مش مظبوط. قيس له البلاد بريشر بطريقه سنترال او ان انا اساس السنترال نون انفيزيف تمام كده. طيب يبقى التارجت ساعتنا اهم حاجه مانجمنت هايبرتنشن نفسه مش موضوعنا قوي برضو. الجريدز بتاعت الهايبرتنشن دي خلاص برضو دي في ترايلز جديده برضو غيرت، عارفين الحته دي طبعا غيرت برضو الحته بتاعت الكلاسيفيكيشن دي، بس مش نازله مش في الجايد لاينز برضو لسه. طبعا امبيلاتوري بلاد بريشر ده سؤال مهم جدا، جه قبل كده يعني بيجي في ماجستير على فكره ومش صعب يعني، لو جه ساده يعني. طيب الدراجز اللي هي سبيسيفيك كونديشنز طبعا برضو دي انتي بليتليتس برضو مكتوبه بس مش موضوعنا قوي دلوقتي. الابروتشز للدايت برضو الكلام ده طبعا مهم بس ايه مش هنتكلم فيه قوي، السموكينج والالكول ماشي ماشي.
خلاص مفيش حاجه تاني. في سؤال بس واحد بيقول لك ان الريسك اساس من ده انت عملته للعيان. طب عشان ده ممكن يجي سؤال اسي برضو هيقول لك ان عيان جالك مثلا وعملت له ريسك اسسمنت وطلع كذا كذا ومشيته على علاج كذا جالك بعدها بسنتين هل تعيد الريسك اسسمنت تاني او هاو تو مانج؟ بيقول لك الريسك اسسمنت المفروض يتعاد كل 5 سنين الا لو عيان عنده ريسك قريب من ثريشولد. يعني مثلا احنا بنقول السي كي دي اللي من 30 ل 60 ده بيبقى ايه الريسك بتاعه ايه؟ هاي. حلو كده. لو قل عن 30 هيخش في الفيري هاي. طب لو هو جالك وهو 35 النهارده انت هتحطه في ايه؟ هتحطه في هاي. ما سيبوش 5 سنين وبعدين اعمل له ري اسسمنت، لا اعمل له اسسمنت تاني مثلا بعد سنه لانه ممكن بسهوله يخش على طول ايه في الفيري هاي ريسك، بالتالي التارجتس بتاعته هتختلف والتريتمنت هيختلف وهكذا. خلاص كده. برضه هيقول لك عنده كام سنه، ممكن يجيب لك سؤال كده خلي بالك، واحد عنده 35 سنه مثلا وسموكر ودايبيتك مثلا او سموكر وهايبرتنسيف، هاو تو مانج؟ لو جاوبت بالطريقه اللي احنا قلناها في الاول غلط. ليه؟ لان الريسك اساس من ده لازم فوق 40 سنه في الرجاله و50 سنه في الستات. يعني خلي بالكم حته الاي اتش دي. الريسك ازاي لو شاب صغير عنده 35 سنه مالوش ريسك سكور؟ يعني السكور ده لا ينطبق عليه، لا ينطبق عليه. هو معمول على عليك له الريسك فاكتورز بقى انديفيديوال لوحدها. جاب سلايد في الاول اللي هو قال ان العيانين اللي قل من 40 سنه ممكن تعمل لهم ريسك اسسمنت لو هم عندهم يعني دوكيومنتد كارديو انت في السلايد اه دوكيومنتد كارديو واسكولار ديزيز او عندهم تستخدم لهم اللي هي اللايف سكور سيستم. ليها طريقه ثانيه اللي هو اللايف سكور سيستم. مين اللي عندهم مين اللي عندهم كارديو فاسكولار ديزيز؟ صح. بس الفكره ان هي مش عنده ريسك فاكتور، عنده استابليش كارديو فاسكولار. ايوه. لا مش ريسك فاكتور عادي، لا طبعا ريسك فاكتور عادي اتعامل معاه كسنجل ريسك فاكتور. شوف هو مثلا الريسك فاكتورز واحد ايديال يعني ضغطه اقل من 120 تقريبا كده. بس unless اهي automatically categorized as being at high risk or very high risk based on documented cardiovascular disease. يعني ايه؟ اللي انا بقوله ما ينطبقش عليهم اللي هو السكور ريسك اسسمنت. خلاص؟ لكن التاني اللي هو بتاع الفيري هاي او الهاي ريسك ده ينطبق عليهم. يعني واحد عنده 35 سنه وعامل كابج مثلا او جاله ستروك او وات ايفر، لا ده هيبقى خلاص فيري هاي ريسك. يعني ده بيمشي على الانتي بليتلس وستاتنز وكل حاجه خلاص. هنا ما فرقش ما بين الميلز والفيميلز، قال لها 40 سنه وخلاص. اه هي دول مكتوبه في الاخر تاني 40 في الميلز ديسليبيديميا حاجه ديسليبيديميا وحاجه بريفنتيف، وممكن الكلام بينهم تلاقيه مختلف شويه يعني. بس الحته دي ما الحته دي فيها اختلاف تاني. هو دي مكتوبه 40 و50 هنا، بس هنا مكتوب هنا مكتوب 40 ان جنرال، بس في الاخر في اللي هي الكي مسجز دي كاتبه 40 و50. نشوف الريسك كام و الريسك ايجز كالكوليتد كومبيرد وذ ريسك ايج. دي حاجه ثانيه. اه دي حاجه ثانيه. ريسك ايج ده هو مثلا واحد عنده 30 سنه ريسك ايج دي مهمه، بس دي مش مكتوبه في الجايد لاينز. اه بالظبط. اه دي ليها جدول ثاني. اه دي مكتوبه في الورق برضو ريسك ايج دي مهمه. دي اعملها ايه؟ اعملها امتى؟ لا هو ده حاجه كده يعني مش داخله في الجايد لاينز اللي ليها علاقه بالمانجمنت. هي دي انت بتعرفه او بتاسس العيان ده ان هو كانه عنده كذا. طيب هنقول بسرعه برضه هنعدي كده على بتاعه الديسليبيديميا. برضه الديسليبيديميا هو في الجايدنس بتاع الديسليبيديميا رجع قال تاني بتاعه السكور ريسك اسسمنت عشان ياكد برضه ان انت لو جالك سؤال ديسليبيديميا فقط بس مثلا مش هتجاوب من ديسليبيديميا بس، لازم تقول السكور ريسك اسسمنت برضه في الاول. هو قالها هي تاني يعني حته الريسك ايج هي اللي كنت بتسالوا عليها. تاني ماشي. طبعا في حته تانية بس دي انت مش هتستعملها قوي في الامتحان. بيقول لك ان في فاكتورز بتموديفاي السكور ريسكس طبعا. يعني لو واحد في حاجات فاكتورز مهمه مش محطوطه، مثلا التريجلسرايدز مثلا مش محطوطه في السكور ريسك اسسمنت، الاوبيزيتي خلاص الحاجات دي مش محطوطه، فالحاجات دي طبعا اكيد هتاثر في كاردو فاسكولار ريسك. بس هو السكورنج ده معمول على دول. يعني هي ليها زي ما بيقولوا روح الجايد لاينز او روح القانون. يعني لو انت لقيت حاجه تانية اكسترا قوي
evident، مش لازم تمشي strict. هو ده بالظبط. الهاي ريسك فيه واحده منهم مثلا سنجل اليفيتد فيري هاي بالظبط كده ريسك فاكتور. فلو قلنا الاوبيزيتي مثلا واحد منهم بالاوبيزيتي بالظبط كده، اكيد مش هقول ان ده لو ريسك يعني عشان ما عندوش حاجه من الحاجات دي، او لقيت عنده ترايجل سترايدز 500 طبعا اكيد ده هيبقى هاي ريسك طبعا. تاني قايل نفس الكلام برضو، والانترفنشن ستراتيجيز برضو دي اكوردنج للليفل بتاع الليبيد بروفايل. طبعا انتوا عارفين ايه اهم حاجه في ايه في الليبيد بروفايل او في يعني في الدي سي بي دي جايد لاينز، ايه هي اهم حاجه في الدي سي بي دي جايد لاينز؟ ايه ايوه هي دي اللي انت قصدك عليها، بديكي اكزامبلز. ماشي، هو بديكي اكزامبلز مش يعني مش جايد لاينز تمشي عليها. لا هو ملهاش علاقه بالستاتنز، هي ليها علاقه بالبيز لاين بتاعك كام. يعني ايه بيز لاين كام؟ بيز لاين على ستاتين ولا من غير اي فارماكولوجيكال ثيرابي؟ في حاجات فيها على ستاتين وفي حاجات فيها على الفيشنسي. ده الفيشنسي ده اللي هو كان عندي شويه، اللي هو العيان مثلا هنزل بيه عن 70 ولا لا، فهو يقول هنا مثلا العيان ده ما خدش ستاتين خالص. بصي معلش ده انت استنتجتيها منها، بس هو مش لا لا ايوه، بس هو مش محدد ما فرقهاش ان دي تبقى جايد لاينز تمشي عليها. لو بديك اكزامبل بس يعني هو يعني ايه عشان مش فاهمها يعني معنى كده بس انا هقول لك حاجه، الاكزامبلز دي اكزامبلز حياتيه. يعني ايه حياتيه؟ يعني هو في الجايد لاينز قال لك ان انت عندك حاجه من اتنين امشي عليهم زي ما انت عايز، يا اما يبقى التارجت بتاعك 70% 70 ملي جرام بير ديسيليتر او ريدكشن اكتر من 50%. خلاص يا كده يا كده. هنا هو حسب بقى العيان اللي قصاده، هو مش على فارماكولوجيكال ثيرابي، هو ما قالكيش هو ليه مش على فارماكولوجيكال ثيرابي، هل هو انتولرنت ولا لا، ولا ماشي عليه ووقفه، ولا هياخد حاجه ثانيه. فاهمين؟ انا سالت السؤال ده بس كذا حد اللي انا اسامي مش واضحه هنا ان حاجات لاينز 500 هنزل بيه 50% ريدكشن يعني وصلت 250 كده وصلت تارجت. قال لي لا لا طبعا، قال لي لازم تنزل بيه تحت 70. اه لو ما قدرتش. طيب لو انا هو دلوقتي الجايدلاينز حدد قال لك لو من 70 ل 135 لازم 50% ريدكشن. ايوه اكتر بقى انزل بيه 70. طيب انا دلوقتي لو لقيت العيان 70 بصي انا بصي عشان ما تلخبطيش نفسك، انا هقول لك من الاخر عشان ما تلخبطيش نفسك. انت التارجت بتاعك حاجه من اتنين بس، قوليها كده يا 70 يا 50%. ملهاش علاقه بقى هو على ستيب لا لا، التارجت بتاعك حسب الريسك بس. هو هنا على فكره وبيقول لك هو على الساتن او مش على الساتن، ده الكونديشن بتاعك، لكن ما قالكيش ان ده ان عشان كده هنعمل كذا. لا هو ايه حتى بيست هو حطهم على بين ماي ريسك وعلى هاي، عشان عشان هو الريسك بتاعه وعشان البيز لاين بتاعه، مش عشان الساتن ولا مش على الساتن. فاهم؟ هي دي اللي اتحكمت في انا فهمتها ان هو عشان عشان الفارماكو ثيرابي. لا ما فارماكو ثيرابي هو هنا دي مش كيس كامله، هو ما قالكيش هو ليه مش على فارماكو ثيرابي. يعني دي كده مش جايد لاين انا همشي عليها؟ لا دي مش جايد لاينز خالص، دي اكزامبلز. لا لا لا، الجايد لاينز هي الريسك بتاعك ايه والتارجت بتاعك ايه بس. طبعا ده برضو اللايف ستايل موديفيكيشن عشان الديسليبيديميا. طيب الحته بقى بتاعت الستاتنز، في حاجات بقى ممكن يجي لكم سؤال فارما شويه، يعني سؤال عن الستاتنز هتلاقيه برضو مكتوبه في الجايد لاينز وفي الورق، يعني الميكانيزم اوف اكشن بتاعه وانواعهم والسايد افكتس والكلام ده كله، دراج انتر اكشن وهكذا. طيب اهم حاجه عندنا بقى زي ما قلنا، اهم حاجه عندنا حاجتين اللي احنا قلناهم، التارجتس بتاعتنا في الديسليبيديميا التارجتس، وايه تاني؟ العيان اللي مش نافع له ستاتين. يعني ايه مش نافع له؟ يعني حاجه من اتنين، يا اما الستاتين عنده وصلت للماكسيمم دوز ومش افكتيف معاه، وغالبا ده غالبا بيبقى في ايه؟ العيانين اللي عندهم فاميليال هايبركوليستيروليميا غالبا، مش شرط بس غالبا، او العيان انتولرنت، العيان خد ستاتينز جاله سيفير مايوباثي او ليفر انزيمز عليت قوي ولسه ما وصلتش للتارجت بتاعك، هتعمل له ايه؟ ده سؤال مشهور جدا، وده لو جه سؤال ديسبيديميا لازم يتارجت الحته دي. هتعمل له اول حاجه ان انت تكومباين حاجه ثانيه، تقلل ستاتينز وتكومباين، وصلت للتارجت خلاص. ما وصلتش هتشيل لو هو مش تولرنت لسه، يعني
هتشيل الستاتنز خالص وتحط بديل. البديل قبل كده كان ايه او الكومباينيشن كان ايه؟ يا اما البايل اسيد سيكويسترنس او ايه الايزيتيمايد. خلاص دلوقتي ايه بقى نجم الشاشه الحديث يعني بي سي اس كي 9 انهيبيتورز. خلاص دول اهم حاجه وبرده دول في الجايد لاينز مش مفصلين قوي عشان ليهم ترايلز كتير وترايلز جديده برده دي لازم تقروها لوحدها. بس هما في الاول قالوا ان هتبتدي الاولويه الايزيتيمايد الا لو كان البيشنت عنده الفاميليال بس الفاميليا ممكن ممكن تدي البي سي اس كي على طول. حسب السؤال. لا هو اللي هو انا سؤال ماشي هتقول حته بتاعه المايلجي ما تقولش بتاعه الليفر بقى مش لازمه يعني. لو هو قالك ان جاله مايلجي هتقول لا هيقول لك هتعمل ايه فانت عشان تقول له هعمل ايه يبقى المايلجا دي 1 2 3 لو هعمل له سي كي لو طلع كذا بعمل كذا كذا كذا. هو ده المانجمنت بتاع العين ده ما لهاش قيمه قوي تقول له بتاعت الليفر انزايمز يعني طالما مش بيسالك ان جنرال بيسالك على العين ده هتعمل له ايه. هو البي سي اس كي 9 هنا كلاس 2 بي مش كده؟ بس في حته جايه كلاس 2 ايه هقول لك فين هقول لكم. طب نقراها لوحدها عشان اقول لكم الفرق بينهم. بص هنا مكتوب ايه البيشنتس اللي هم فيري هاي ريسك اللي انا عايز تارجت كام 70 with persistent high LDL despite treatment with maximal tolerated statin dose in combination with ezetimibe. يعني لازم الاول احط له ezetimibe or in patients with statin intolerance من الاول هو مش اصلا مش قابل للستاتينز PCSK9 may be considered. خلاص جا في حته تاني كلاس 2A هتبقى فين بقى بالظبط كده. طيب دي بقى الانواع الفاميليال ديسليبيديميا طبعا دي برضو هتقروها ان شاء الله يعني حته سخيفه بصراحه بس كان في محاضره كده مديها سامح عطيه ما اعرفش عندكم ولا لا فيها صفحه كده رسمه بتاعه موجوده في الورق بتاعي رسمه بتاعه الليبيد ميتابوليزم سهله قوي يعني خليكم تحفظوا الفاميليال دي بسهوله يعني موجوده في الورق الرسمه دي في صفحه بالعرض كده رسم فيها الباثوفيزيولوجي بتاعتها. طيب الحته دي برضو بتاعت السبيشال سبيشال بوبوليشنز يعني مش موضوعنا قوي دلوقتي. بص في المودريت او سيفير كرونيك كيدني ديزيز اهي بص تاني جمله فوق the use of statins او statin استيمايب كومبانيشنز انديكيت ان بيشنتس وذ نون دياليسيس ديبندنت سي كي دي اي سي كي دي كلاس 1 الستاتين فارت فيلير لا غير في الاسكيميك هارت فيلير مع الكرونيك كيدني ديزيز لقوا ان هي الافكت اكتر مع النون دايلايز ديفيشنت مش انا عايز بس اجيب لكم الحته الثانيه بتاعه البي سي اس كي 9 حتى هي وسام بتاعت الليفر انزيمز والمايوباثي هو ده الجدول اللي انت بتسال عليه. بص مش لازم تعرف كل الخطوات بتاعته اعرفه ان جنرال يعني البرود لاينز بتاعته ايه مش لازم الديتيلز بالظبط يعني الحته بس بتاعت البي سي اس كي 9 الثانيه تاني مكتوبه ورا احنا عديناها في الفاميليا هي مكتوبه في الـ في الـ في الهوموزايجوس كلاس 2 ايه بس انا مش عارف مش لاقيها هنا بصراحه. انا مش عارف مكتوبه فين بس هي كلاس 2 ايه دي شور اللي هو ال 69 في العينين اللي هم الهوموزايجوس
اهي تاني جمله تاني واحده PCSK9 inhibitors should be considered in familial hypercholesterolemia with cardiovascular disease or with other risk factors اللي هما يعني من الاخر يبقى فيها ريسك يعني خلاص لو نعم خلاص اللي هو فيري هاي ريسك او عنده statin intolerance يعني مش لازم يبقى فيري هاي ريسك فيري هاي ريسك دي حاجه او ان هو statin intolerance يبقى لازم تديله بي سي اس كي 9 هو ده يعني دي خلاصه حته البي سي اس كي 9 كجايد لاينز ليها ترايلز هتتقال لوحدها وليها بقى سايد افكتس والكلام ده كله ودوزز والكلام ده دي قصه ثانيه اللي هي الفارماكولوجي بتاعها بس الخلاصه بتاعتها في الجايد لاينز ايه ان هي كلاس 2 ايه في العيان ده وغير كده في الستاتين انتوليرنس او مش عارف اوصل للتارجت بتاعي يبقى دي كلاس 2 بي ماشي مش كل هو اساسا يديله زايجوس ده لوحده ان هو انديكيشن وياخد بي سي ما قال لك لا قال لك في حاجه من اتنين الاول هتبدا بالستاتينز تبدا بالستاتينز لو انتوليرنت يبقى اديله ده او ما وصلتش يعني للتارجت لو هو بقى فيري هاي ريسك ايه هنا اللي هي دي عايز ايه بتاعه البي سي اس كي 9 بي سي اس كي 9 اللي هي في الـ في الجنرال بوبوليشن يعني ولا في لا هي دي تاني واحده تاني جمله في الزايجس هوموزايجس بيموتوا بدري ليهم ليهم برضو انواع على فكره يا جماعه ايفولوكوماب وايروكوماب ليهم كذا اسم يعني برضو لو قال لك ايه الديس ادفانتجز مثلا لازم تقول السعر خلي بالكم من الحته دي عامه في كل حاجه يعني لما يقول لك بروز اند كونز مالكش سايد افكتس من ضمن الكونز بتاعتها مثلا البرايس طبعا وان هي انجكشن يعني فكروا في حاجات مش لازم حاجه طبيه يعني في حاجات تانية اليوم سايد افكتس بيعمل الجايت بلوك الالرجيك رياكشن اكتر حاجه مش عارف في حد منهم بيعمل الزهايمر ديزيز زي دول الارني الزهايمر ده عشان كلهم والارني بيعمل كده برضه دي مشهوره يعني فيهم طيب هقول لكم بسرعه السؤالين اللي جم بقى في البريفنشن الكام دور اللي فاتوا يعني انا قلت لكم الكومنتري اللي جات لنا دي خلاص انتوا عرفتوها اللي هي بتاعه السولو هايبرتنشن دي كانت يعني احنا ما جالناش ولا سؤال في بيبر 1 و 2 في البريفنشن بس كان البريفنشن عندنا هو في الكومنتري ده سؤال جه برده نفس يعني نفس السيناريو اللي احنا قعدنا نحكيه 73 year old man diagnosed with type 2 diabetes 12 years ago he also has hypertension and CKD stage 3 He has class 2 heart failure and AF. He admits to occasional chest pain and shortness of breath. Hemoglobin A1C 8.4 with fasting blood sugar كذا 156-179 وان هو currently treated with metformin 1000 mg twice daily. طيب بيقول لك ايه الappropriate treatment goals for his hemoglobin A1C and why? Goals بالظبط كده. ليه بقى؟ هو ليه قلنا goals؟ هو الجول هيفرق يعني بيقول لك why؟ هو why ده مش ده حاجه عامه ولا اكوردنج لحاجه معينه لا اكوردنج ايه التارجت هيموجلوبين اي 1 سي بتاعنا احنا قلنا ايه قلنا ان هو اقل من كام من 7 ممكن 7.5 لو عين 6.5 ده بالظبط كده صح 7 او 6.5 7 لو ايه 7 ده العادي بتاعك 7 طيب اه السؤال ده اجابته كده بس طب يعني سؤال نمره يعني اول سؤال واي ده هتقول كده ما هو ده واي بس هتفرق كذا لو كذا وكذا لو كذا خلاص بس يعني ما هو كده عشان كده بقول لكم في اسئله اجابتها مش كبيره بس بالريسك ستيفيكيشن لسه هقول لكم بقى ما لسه هقول لكم هو بقيه الاسئله احنا دايما يعني ان ده السؤال كده انتوا عارفين ان هو بريفنشن صح لو الاسئله ما فيهاش سؤال واضح هتكتب فيه بتاعه الريسك اسسمنت اكتبه في الاول
قبل ما تجاوب 1 2 3 او اي بي سي، يعني اكتبه في الاول ان العين ده الريسك بتاعه كذا كذا كذا، عشان اي اجابه بعد كده تبقى ايه مترتبه على الريسك بتاعك. هو بصراحه ممكن تاني سؤال هو اللي تكتب فيه الحته بتاعه الريسك اسسمنت، عايزين تكتبوها في الاول برضو صح، يعني يفضل تكتب كمان في الاول، لان السؤال التاني هو بيقول لك ايه النكست ستيب وذ ريجاردز انتي هايبر جلايسيميك تريتمنت، هعمل له ايه تاني او هدي له ايه تاني. فيستحسن نكتبها في الاول. ماشي، انا ده رايي. هو الاول العين ده عنده كارديوفاسكولار ديزيز ولا لا؟ عنده صح. خلاص يبقى العين ده لازم اقول له ان في حاجات ليها كارديوفاسكولار ديزيز مورتاليتي بنفيت او سيرفايفل بنفيت، صح، اللي هم ايه التو جروبس اللي قلناهم، وتذكرهم واستفيد فيهم على قد وقت السؤال، ان ملهاش قاعده. كل ما تقدر تلم معلومات كتير بطريقه مختصره، الهدف ان انت تقول المعلومات كونسايز، ما تقعدش ترغي كتير. يعني انت ممكن تقول مثلا هتتكلم على الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورترز، هتقول ان هما في منهم 1 2 3 4 اساميهم قدام كل اسم، اسم الترايل بتاعته بس كده، مش هتقعد تشرح ان ده اتعمل في ترايل واتعملت في كذا. وحسب السؤال، لو السؤال اللي عندك وقت مش انا بقول لك، يعني مش لازم تقعد تشرح تفاصيل ديتيلز مش اساسيه. لما تقول كل الاسامي بتاعتهم وكل واحده الترايل بتاعتها بس، احسن ما تشرح واحده او اتنين وما تكتبش الباقيين. هو سام عايز يسالك، هو الميت فورمال دي جاست دوز في الكيدني المفروض مش عارف. احنا نكتب هنا ان احنا واقف الميت فورمال وشفت العين على انسولين ونبتدي معاه الادويه. هو الميت فورمال مفيد عامه، الميت فورمال عامه هما بيبتدوا بيه. خلاص، برضو انت يعني انت هنا مش عايزك تجاوب اجابه بطنه او اجابه اندوكراينولوجي، فاهم قصدي؟ وهو مش طالب منك كده، يعني هو مش طالب منك تقول له ان انا هحط كذا بدوس كذا ولو ما اتظبطش هزود انسولين كذا بدوس كذا، لا هو عايز منك الحته بتاعه الكارديوفاسكولار مورتاليتي بنفيت، يعني هو ده الهدف من السؤال ده. بس انت هتذكر له على جنب حته الكنترول، او ان انا عشان اظبط السكر بتاعه ممكن استوب الميتفورمين واحط حاجه تانية مثلا زي الدي بي بي 4 مثلا انهيبيتورز مثلا. حلو، يبقى انا هقول له ايه؟ هقول له ان انا الفيرست شويس زي ما قلنا اللي هم ايه، بس ده الفيرست شويس عندي. خلاص هبتدي بدول عشان دول يوم مرتاتي بنفت. انا ما قلتش انسولين، لا من غير انسولين، لا هو كان عامل ابروش رفوع عالي كده، ده هو 9 7 9 فوق 9 ممكن ساعتها اول حاجه بسنجل دراج من فور من اول معاه اي حاجه ثانيه حسب كومباين معاه حاجه تانية. يعني هنا هتكومباين معاه بقى حاجه تفيدك في الكارديوفاسكولار ديزيز الاول، لو هو اكتر من 9 ومش سيمتوماتيك. ايوه خلاص، هتقول دي نيكست ستيب، يعني انت هتقول له كل الاحتمالات، بس اول ستيب ان انت هتزود الاس جي ال 2 انهيبيتورز. مش مكتوبه عندنا احنا، والجايد لاينز الدايبيتس حتى قديمه قوي اصلها، بتنزل كل سنه، كل سنه بتنزل في يناير. كل سنه بتنزل على فكره. فعلا في يناير كل سنه بتنزل، كل سنه بينزل. وتشرح بقى، يعني انت هنا برضو هو الهدف السؤال بيقول لك ايه النكست ستيب، مش هتقول ان انا هزود كذا وخلاص، لا اشرحهم بقى، عشان هو عايز يعرف كده ان دول بيقللوا المورتاليتي بدليل كذا والترايلز كذا وفوائدهم كذا وسايد افكتس كذا وهكذا. طيب السؤال اللي بعديه بقى اللي هو اكتر، هو الديتيلز اللي انا بقولها لكم دي. Given account on the new antidiabetics for use in a cardiac patient. طالما في السؤال ده يبقى انا رايت السؤال الثاني ما تستفيدش قوي في شرح الادويه بقى، اشرحهم في السؤال ده. ما هو تقريبا نفس السؤال، بس هو قسم لك السؤال على سؤالين. يعني انت السؤال الثاني بس هتكتب اللي هم الانتي دايابيتيك دراجز، بس مش هقعد اقول بقى ريسك سكور ولايف ستايل موديفيكيشن، عشان ما فيش دعوه بيه. بس لا خلي بالك، لا في حاجه اللايف ستايل موديفيكيشن، هو هنا بصراحه السؤال هنا محدد قوي قوي على التريتمنت، بس انا ممكن اقول لايف ستايل برضه في تاني سؤال. ده تاني سؤال اللي هو النكست ستيب، هقول له ستريكت لايف ستايل موديفيكيشن، مش غلط، هو هنا قايل لك تريتمنت بس قولي لايف ستايل موديفيكيشن مع الادويه. الديتيلز بتاعت الادويه اكتبوها في ثالث سؤال. خلاص صح كده، صح كل الثلاثه. مفروض كده، مش كده يا خالد؟ والله مش الدرجات دي يعني. لا السؤال الواحد يصلح واحد. طب مين اللي هيصحح؟ طب اكتبهم فيهم كلهم ولا في واحد بس؟ لا السؤال الواحد على بعض. لا
الجي ال بي 1 على فكره تلاقوها في الهارت فيلير، مكتوبين في الهارت فيلير في منظمه هارت فيلير. الجي ال بي اجنوست اللي هما الليراجلوتايد والاكزينوتايد دول، يعني السورس القديم كان كده يعني، ما اعرفش مكتوبين فين يعني، كانوا مكتوبين في الهارت فيلير لان هما الترايل اللي اتعملت عليهم كانت في الهارت فيلير، كان اسمها الترايل بتاعت الجي ال بي اجنوست. هي الليدر دي على الليرا جلوتايد. طبعا هو هنا السؤال امبريك دول اللي هم جليفلوزنز. طبعا هو السؤال ده، السؤال ده فيه معلومات كتير، هو الهدف منها كله ان انت تعمل له ريسك ستراتيفيكيشن بس، ان هو عنده اف وعنده هارت فيلير والكلام ده. طبعا هارت فيلير هنا ده غالبا هيبقى ايه اللي هو هيفتف يعني بريزرفد ايجيشن فراكشن غالبا، هو ما قالكش طبعا الايكو فيه ايه، بس ده الاحتمال الاكبر يعني، هو دايابيتك وهايبرتنسيف واي اف، لكن هو ما طلبش منك علاج الحاجات دي. طبعا لو قالك مانجمنت في السؤال ده وسكت هتضيف بقى كل حاجه، ده انت يعني معاك بقى سنتين في الاجابه. ليه؟ هتكتب كل حاجه، هتكتب اللي انت كتبناه ده بتاع الدايابيتس، وهتكتب الهايبرتنشن، وهتكتب الهارت فيلير والاي اف، والايه بقى تقول له تشاز باسك بتاعي كذا عشان عنده كذا. بس يعني بصوا عشان ما تلخبطوش نفسكم، ممكن يجي سؤال كده على فكره، لو جالكوا سؤال كده اكتبوا عناوين مش غلط. لو قالك مانجمنت وسكت يعني عناوين ازاي؟ يعني انا العيان ده ريجاردنج الدايابيتس هديله كذا عشان كذا، زي ما قلنا باختصار ريجاردنج الهارت فيلير كذا كذا كذا، يعني جمل، كل جمله عباره عن كلمتين ثلاثه بس مش اكتر من كده. الاف شاز فاسك بتاعه كذا وهديله كذا. ماشي يعني اهم حاجه، بص اهم حاجه dont miss an item. يعني ايه؟ يعني ما تنساش الاف خلاص، لكن لو في الاف ما كتبتش كل حاجه مش مهمه، فاهم قصدي؟ بس ده اللي انا عايز اوصله لكم. هو السؤال ده مركز بس على الدايبيتس بصراحه، هم جايبينه عشان الدايبيتس. طيب سؤال تاني شبهه ده في دور تاني مش نفس الامتحان طبعا، بيقول لك 50 سنه اولد ميل دايابيتيك هايبرتنسيف اند هاز ادفانس سي كي دي، هي ديفلوبت تشست بين اون افورت. طبعا العين اللي فات ده فيري هاي ريسك، انتوا عارفين كده مش كده؟ طيب عنده تارجت اورجن دامج وعنده سي كي دي، يعني البيشنت بقى بتاعنا ده جاله تشست بين اون افورت وعمل كورونري انجيوجرافي، لقى عنده مالتي فيسل ديزيز مش نافع لها لا بي سي اي ولا كابيج، يعني فور ميديكال تريتمنت. هيز توتال كوليسترول كان 350. طبعا ايه التوتال كوليسترول ده هيفيدني في حاجه واحده بس، ايه؟ في السكور ريسك اسسمنت، ماليش دعوه بيه خالص في العلاج. ال LDL بقى هو ده اللي يهمني، كان 220. هي ريسيفد ديفرنت تايبس اوف هاي انتنسي ستاتينز بات ستوبت بيكوز اوف سيفير ماسل بينز اللي انت سالتني عليها وسام. خلاص كده يبقى ده ايه؟ جاله ستاتين انتولرنس، صح كده؟ العين ده التارجت بتاعنا كام؟ 70، صح كده؟ طيب هيقول لك هتعمل له ايه؟ اكيد يعني هاو كان يو تريت هيز ديسليبيديميا؟ اول حاجه هعمل ايه؟ ما ننساش دي عشان دي مش هيديك هنت عنها، لازم انت اللي تقولها. الجلوبال ريسك اسسمنت بتاعي ان ده عيان فيري هاي ريسك عشان كذا، قول له عشان كذا وكذا وكذا، تمام كده؟ طيب عرفت ان هو فيري هاي ريسك، سو اكتب له كده قبل ما اقول له التريتمنت، اقول له ايه؟ يبقى انا التارجت بتاعي في ال LDL كذا، صح كده؟ هاو كان يو تريت بقى؟ هتقول ان الستاتنز دي طبعا يعني هتفهمه ان انت فاهم ان الستاتنز دي المفروض الفيرست تشويس، فعلا هو الفيرست تشويس بتاعنا هو الستاتنز، بس هو كان انتولرنت للستاتنز. بس انا ما ينفعش احكم عليه من الاول ان الكلاس ده قفل، يعني انا قصدي انا لازم اتشالنج. انا مش ما قلتش اتقفل. بص هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هو ال LDL بتاعه 220 وهو على الستاتنز، يبقى انا محتاج حاجه من اثنين، يزود الستاتنز يضيف حاجه ثانيه. فهو بيقول لك الستاتنز اصلا ستوبد خلاص، يبقى الستاتنز دي اتقفلت. الحته دي بص هو هنا ايه؟ اختصر لك مشوار كبير قوي اللي هو الجدول اللي انت بتقول رخم، هو اختصره لك لا يعني هو قال لك ان هو ستوبد خلاص، ما قالكش ان عنده ماسل بين وهتعمل ايه. هل بقى انا اقول ممكن ارجعها تاني واشرح الجدول ده؟ ممكن ايوه يعني ممكن استفيد واشرح. ممكن طبعا. هو اصلا انا جاي هو عمل ايه تشالنج بديفرنت تايبس اوف فاينتست ستاتس. بص اللي عدي بيقوله مش غلط ان انت تقوله، بس مش هو ده كور الاجابه، بس لو قلته مش غلط طبعا، حلو جدا ان انت تقوله ان انت ممكن ترجع تجرب تاني بعد فتره وتريت تشالنج تاني بدوز اقل وتجرب وتعيد السي كي وهكذا، مش غلط، بس ده مش اساس الاجابه دي، هتقولها في الاخر هنت كده انا ممكن اعمل كده. بس هنا هو اختصر لك القصه كلها ان هو جرب انواع كتير وخلاص وقفها. معلش جدول ايه اللي انت
بص يا دكتور، هو مش جدول، هو فلوت شارت كده اللي هو بتاع السايد افكتس بتاعت الستاتنز. لو ليفر انزيمز عاليه هتعمل ايه؟ عارفه الحته دي؟ بس ازيك يا دكتور شريف، عامل ايه؟ انا اخرتك معلش، بس انا قربت. خلاص يا شباب، يبقى الحته دي هو ايه جاب لك من الاخر خطوه ان احنا وقفنا للستاتنز خلاص. عشان ايه؟ عشان تخش على اللي بعديها على طول. بعد ما هنقول الكارديوفاسكولار ريسك اسسمنت، هاو كان يو تريت هيز ديسليبيديميا، بقى هتعمل ايه؟ ايه الخطوه اللي بعد ان انت مش عارف تدي الستاتنز؟ اول حاجه ايست ماي، غالبا مش هجيب نتيجه غالبا يعني، بس احنا لازم نقول له الخطوات بتاعتنا. بص بقى تاني سؤال على طول اهو، ايه هو؟ ديسكاس بروز اند كونز اوف ذا نيو. يعني انت لو قريت اول سؤال هتعرف تاني سؤال وتالت سؤال. هو السؤال ده على البي سي اس كي 9 خلاص كله على بعضه. ايه او النمبر 1 يعني بيسالك هتعمل ايه عشان انت تقولها. السؤال التاني بيسالك على تفاصيلها، ايه البروز اند كونز. لا انت بقى قسمي اخليهم على بعض واكتبها. لا يعني يستحسن بلاش. انت لا. عملت كده اصلا، انا عملت كده برضو. انا بصي ريسكي شويه. طب ليه؟ لا لا انا هقول لك حاجه. طب انا هقول لك هتكتبي ايه في ده وايه في ده. هو السؤال الثاني عايز البروز اند كونز صح كده؟ اه. بس يعني ايه المميزات والعيوب بتاعه النيو ليبيد لورينج دراجز؟ السؤال الاولاني على فكره هو في نيو ليبيد لورينج دراجز ثانيه غير البي سي اس كي 9، بس حاجات هتذكروها بالاسم يعني، بس عارفينها ولا مش لازم نقولها يعني؟ برضو تذكر انت دي تفرق على فكره في الاجابه. لو كتبتها دي سبورت حلو لاجابتك طبعا، انت عارف الحاجات دي خلاص. هاو كان يو تريت وديسكاس البروز اند كونز، هكتب ايه هنا وايه هنا. هاو كان يو تريت هشرح له الحته اللي احنا شرحناها دي، ان هو كده ده انتولرنت للستاتنز، وان انا محتاج التارجت بتاعي يبقى كذا عشان عنده فيري هاي ريسك عشان كذا كذا كذا، فبالتالي لازم اضيف انذر ايتمز او انذر فاكتورز، زي مثلا هحط ايزيتيمايب واشوف لو وصلنا للتارجت. خلاص ما وصلناش يبقى ممكن احط حاجه ثانيه زي ايه؟ زي البي سي اس كي 9 خلاص. والبي سي اس كي 9 دي بتشتغل بالطريقه الفلانيه وانواعها كذا كذا كذا، كل ده في السؤال الاولاني. خلاص انا ما اتكلمتش لسه على البروز والكونز خالص. يبقى انت كده شرحت كل اللي انت عايزاه في السؤال الاولاني صح. بروز اند كونز بقى ببساطه كده هتقولي البروز اللي هي ايه بالعربي يعني كده الانديكيشنز، بس هتقوليها بطريقه مفصله اكتر، ان انا بحتاجها امتى، او مميزاتها. يعني ايه مميزاتها؟ يعني هي تفيدني في ايه؟ تفيدني في العيان اللي مش نافع ياخد ستاتنز زي ما قلنا، او اللي عنده فاميليا هايبركوليستيريميا، اللي هي الانديكيشنز بتاعت الجايد لاينز بتاعتنا، هي دي البروز بتاعتها. في بروز تانية ان هي بتتاخد كل فتره، كل اسبوعين او كل شهر، لكن المود اوف انتيك بتاعها اللي هو الانجكشن ده كونز، دي حاجه اجينست. السعر ده ديس ادفانتج برضو، او البرايس ده ديس ادفانتج. بقيه الديس ادفانتجز اللي هي سايد افكتس بقى هذكرها كلها بس. فانت كده قسمت الاجابه بتاعتك بين السؤال الاولاني والثاني. طب لو طلعت حاجه ناقصه مثلا في الاولاني او في الثاني عادي؟ لا مش مشكله، ما هو اللي بيصلح السؤال كله على بعض يعني. لو بدي يعني لو كتبت حته من المميزات فوق في نمره واحد مش غلط يعني. لا طبعا عادي. المميزات دي هو ايه بقى؟ تكتب الانديكيشنز بتاعتها، يعني بتستخدمها في مين او مفيده في انهي عيان زي ما قلنا. ان هي كلاس 2 ايه في فلان وكلاس 2 بي. طبعا كل ما تسبورت اجاباتكم بالجايد لاينز افضل. انت في العيان ده هتبقى كلاس 2 ايه، في العيان ده كلاس 2 يعني في العيان ده هتبقى ايه؟ كلاس 2 ايه ولا 2 بي؟ 2 بي. 2 ايه في الفاميليال خلاص. فكل ما اقول حاجه من الجايد لاينز دي بتسبورت اجابتك اكتر. بس بقيه المميزات هي دي، يعني انت هتقول الانديكيشنز بتاعتك. مش مكتوبه في الجايد لاينز. لا مش مكتوبه في الجايد لاينز. لا يبقى هو سؤال على الدايبيتس زي ما قلنا، وسؤال على الديسليبيديميا، الحته الكومن زي ما قلنا بتاعت ايه الريسك اسسمنت مهمه جدا. وطبعا لو في خلوا بالكم يعني هو هنا بيسالكم سؤال سبيسيفيك على الديسليبيديميا، السؤال ده برضو في حاجات تانية كتير، في سكيميك هارت ديزيز وفي سي كي دي ودايبيتس وهايبرتنشن، يعني ممكن يسألك على حاجات تانية في السؤال، مش شرط السؤال يبقى حاجة محددة يعني. طيب ده السؤال اللي قلناه بقى بتاع الدايستوليك بلاد بريشر، خلاص احنا اتكلمنا عليه. الأسئلة بتاعته بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هل عنده increased cardiovascular risk، وايه الاوبتيمم دايستوليك بلاد بريشر فور ذيس بيشنت خلاص.
السؤال الثاني بيقول لك اكسبلين يعني هل الهاي بالس بريشر ده از اسوشييت ويذ انكريز كارديوفاسكولار ريسك ولا لا. زي ما اتفقنا طبعا بيزود الكارديوفاسكولار ريسك, واهم فاكتور فيه هو اللو دايستوليك بلاد بريشر, ده اللي احنا اتكلمنا عليه.